مرحبا مواليد بوشلشادي، كيف بده يكون شهر تموز يوليو 2023؟ هذا شهر كتير كتير مهم، لأنه هذا الشهر تقريبا يبدأ، مش أول يومين، يبدأ بيوم الثالث الثاني بعد الظهر، يبدأ مع قمر مكتمل ببرجكم. الجزء الأول مثل العادي، أنا دائما بقسم الشهر إلى جزئين، الجزء الأول أتعب من الجزء الثاني. الجزء الأول هو من تاريخ 1 حتى تاريخ 23 الساعة 5 صباحا توقيت بيروت الصيفي، يعني 2 فجرا توقيت العالمي. هذا الجزء هو أصعب لأنه الشمس موجودة بمعاكسة لبرجكم، موجودة ببرج السرطان. موجودة ببرج السرطان، لذلك في تحديات، في اهتمامات كبيرة، نوع دسم ونوع يتطلب منكم حضور ويتطلب منكم تحضير مسبق، اوكي؟ وفيكم ما في شيء، لكن نوعية الوقت هيك. أنا بقول لكم علي أعطيكم الأحوال الفلكية مثل اللي بيعطوكم الأحوال الجوية، أنتم حرين تظهروا وتظهروا، الحر القرار لكم، أنا علي أعطيكم التأثيرات الفلكية أو الأحوال الفلكية. فنوعية الجزء الأول متعبة، والأيام الأقل حظا في هذا الجزء بتكون متعبة ومتعبة ومتعبة، فرجاء بعدوا عنا وروحوا للأيام الأكثر حظا يلي رح أعطيكم إياها. المميز في هذا الشهر إنه بتاريخ 3 في عنا قمر مكتمل ببرج الجدي، مرة واحدة بالسنة بيكون في عنا قمر مكتمل ببرجكم، وهو رح بيصير بمطلع هذا الشهر. هيدا معناتها انه في اكتمال لقصة مهمة جدا انتو عم تبلشوها او بلشتوها من حوالي 4 اسابيع او يمكن من حوالي الاسبوعين عم تبلشوا فيها، يمكن حتى فيها تكون قصة من 6 اشهر من بداية السنة. تصوروا لما كان قمر جديد ببرجكم، يمكن ليش لا. فهنالك نوع من تأثيرات كثير مهمة بانطلاقة هذا الشهر، يعني مثل ما بيقولوا أول دخوله شمعة طوله، دغري بتفوتوا وبتبلش الأمور عندكم تركض ركض، لكن بدكم تنتبهوا. هلا رح أرجع أذكرها، أول يومين متعبين جدا جدا، قليلي الحظ جدا 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 في مطلع هذا الشهر. بيرجع في عنا بتاريخ 17، في عنا بتاريخ 17 في عنا قمر جديد في برج السرطان في بيت المرح والأصحاب، خلينا نقول الأعداء أو الأخصام أو المنافسين أو شركائكم بالحياة أو أشخاص بالقانون أو أشخاص تتعاطوا معهم، غرباء وإلى آخره. لأنه في قمر جديد معناتها في بداية لعلاقة جديدة، يمكن يكون زواج، يمكن يكون خطوبة، يمكن يكون نهاية لعلاقة. مهم في عندكم نظرة مختلفة لعلاقة ما، لأنه قمر جديد، وقمر جديد هو جديد، معناتها يمكن تكون بداية لحقبة جديدة بعلاقة مهنية أو علاقة يمكن تكون اجتماعية أو علاقة عاطفية، أوكي؟ لكنها هي كتوقيت متوتر، بس لحتى تعرفوا. بيرجع في عنا مواليد برج الجدي، كوكب بلوتو موجود ببرجكم بعد مواليد 21-22 كانون الثاني يناير بعد الأكثر تعباً. خلينا نقول، لكن في عنا تأثيرات حلوة كتير من المريخ يلي ابتداء بتاريخ 10 رح بيكون ببرج ترابي برج العذراء، عم بيدعمكم 100% بشكل مثلث مع برجكم، وبيرجع في عنا بيكمل هالتأثير الرائع الممتاز مثلثين من أورانيوس ومن المشتري من برج الثور، تكمل عند مواليد برج الجدي. فأنتم أقوياء مواليد برج الجدي، ما تخافوا، لكن ما حلو لما بيكون في عنا تأثيرات ضاغطة وعم تعملنا تشالنجز، عم تمتحننا، عم تدفشنا، عم تتحدينا، ما حلو نفوت بالعرض، نفوت بقوة، بالعكس نكون أذكياء وهدوء، ونتذكر إنه عنا مثلثات فلكية بتقدروا تنتصروا بالحنكة وبالهدوء وبالرواق. منروح للجزء الثاني الذي يبدأ صباح 23 حتى آخر الشهر، ترتاحوا من معاكسات، ترتاحوا من ظروف معاكسة، ببطل في عنا كواكب مزعجة، بضل في عنا المثلث الفلكي داعمنا. هون إذا بتروحوا للأيام الأكثر حظاً فعلاً بتقولوا إنه مش الحال، وتوجتوا شهر تموز يوليو بنجاح وقطعتوا بسلام، لذلك بس بديكم ما توقعوا بفخ التحديات وما تسببوا مشاكل لعائلاتكم أو لاستقراركم المهني وغير المهني. كوكب بلوتو برجع بنبهكم، مواليد 18-19 كانون 2 يناير،
أورانيوس والمشتري تأثيرات رائعة لمواليد 31 ديسمبر 1 ل 5 12 13 14 كانون 2 يناير. خلونا نروح للأيام الأكثر حظا لحتى تختاروها، والتوقيت اللي بعطيكم إياه هو توقيت عالمي، بتزيدوا 3 ساعات بتاخذوا توقيت بيروت الصيفي. تاريخ 2 من الساعة 5 وثلث بعد الظهر حتى تاريخ 4 5 ونص بعد الظهر القمر ببرجكم، فترة رائعة. فترة حلوة كمان فيها تكون هو تاريخ 11 و12 و13 حتى الساعة 7 ونص صباحا. بيرجع عنا تأثيرات حلوة تاريخ 20 من الساعة 5 وربع بعد الظهر حتى تاريخ 23 6 صباحا. تاريخ 30 و 31 القمر ببرجكم أجمل فترة. بنروح للأيام الأقل حظا، تاريخ 1 تاريخ 2 حتى الساعة 5 وثلث بعد الظهر. تاريخ 8 من الساعة 7 وثلث المساء حتى كل تاريخ 9 وكل تاريخ 10 حتى منتصف الليل. فترة متعبة، تاريخ 15 من 5 وربع بعد الظهر حتى تاريخ 18 5 إلا ثلث صباحا. تاريخ متعب 23 من الساعة 6 صباحا حتى تاريخ 25 الساعة 5 بعد الظهر. فترة فارغة من الحظوظ تاريخ 28 28 يعني شيء انه ببلش 28 منتصف ليل، يعني شيء انه مبلش 28 كل 28 كل 29 و30 حتى الساعة 4 الى ربع صباحا، فترة فارغة من الحظوظ. رجعوا اسمعوا رجاء برجكم الشهري لانه معلومات مكثفة قوية مهمة جدا، وتابعوني مع الابراج اليومية والاسبوعية للمزيد من التفاصيل. باي باي.